السلام عليكم، أتمنى الكل يكون بخير. اليوم مع وصفة جديدة سهلة وبسيطة، اللي هي ليفي كيك بدون فرن في متناول الجميع. تابعوا معي الفيديو للآخر، فرجة ممتعة. بالنسبة لكريم باتيسير، عندنا 250 ملل حليب، حبة بيض، ملعقتين سكر، ملعقة كبيرة مملوءة جيدا مايزينا، وملعقة ممسوحة تاع الفارينة، دقيق أبيض ولافان نضيفه في الآخر، وملعقة صغيرة تاع الزبدة حتى هي كذلك لما تعقد نضيفوها. نعمل البيض مع المايزينا، نضيف كذلك ملعقتين تاع السكر، نضيف عليهم شوية تاع الحليب، نحرك هيدا بارد في بارد حتى تنحل المايزينا، نرد كل شيء للكاسرون ونحرك ونحطها على النار. نقعد نحرك على النار، ما نحيش يديا وانا نحرك حتى اللي تعقد. بعد نحيو يديكم تتكور. الان ضفت ملعقه صغيره تاع الزبده وملعقه صغيره تاع الفانيليا، نحرك مليح، نعملها في اناء ونخليها على جنب حتى هي تبرد، نغطيوها. بعد ما تبرد مليح ندخلها للثلاجة. نحتاجو في الوصفة 400 غرام تاع بسكوي، نقسمو هيدا الى قطع يكونو صغار عشوائي. انا هنا عندي خليط تاع مكسرات مع خليط تاع بسكوي كان عندي في المجمد، كل شيء في التتو، هاني ماشي نزيدو. نحتاج لهذه الوصفة كذلك كأس تاع السكر، سعة الكأس 250 مليلتر، كأس حليب أي 250 مليلتر حليب، وكأس إلا ربع كاكاو، و 100 غرام شوكولا. كاسرونة نعمل كل شيء بارد بارد، حليب مع السكر مع الحليب مع الكاكاو، نخلطو مليح. الاخير لما يغليو هاد المكونات نزيدو 100 غرام تاع الشوكولا وملعقتين كبار تاع الزبده. انا حطيتهم على النار وما نحيش يديا حتى يتخلطوا المكونات جيدا ويتجانسوا، والخليط هذا لازم يغلي. نضيف الان الشوكولا، نطفي النار، نضيف ملعقتين كبار تاع الزبدة والنار المطفية، ونحرك هاد المكونات ونخلي هاد المزيج يبرد مليح. خليت المزيج يبرد مليح تاع الشوكولا. عفوا، في هذه المرحلة تحدث لي المقطع اللي نخلط البسكوي مع لاصوص الشوكولا. ناخذ ثلثي من لاصوص الشوكولا ونخلطها مع البسكوي، والثلث اللي يبقى لي نزين به الكيكة في الآخر. نفرغ الآن في المول، نسقيها مليح هكذا في المول، ونعملها في نفس المستوى. نخوي هيدا لا كريم باتيسيير اللي بردت، نخلطها شويه. هنا طلعت فنجان تاع الشانتيي مع فنجان بارد تاع الحليب، نخلطو مع لا كريم باتيسيير، نخلط هيدا. ونفرغ هاد الكريمة بعد ما خلطها مع الشونتيي، تجي خفيفة. انا عملت فنجان صغير تاع الشونتيي مع فنجان حليب بارد وطلعتهم بالباطر. الان نسقمها،
الان نضيف ثلث لي قاري من الشوكولا اللي خلطت بيها البسكويت في الاول، الآن دخلها في الثلاجة تبرد. خرجت الآن الكيكة من الثلاجة، هذه هي الوصفة تاعنا من بعد ما قطعتها. كما راكم تشوفوا الطبقات، طبقة تاع الكريمة وطبقة تاع الشوكولا. لا كريم باتيسيير يمكنكم الاستغناء عنها وتعملوا غير لاصوص وشوكولا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم. اللي دخل اول مرة يعمل اشتراك، فضلا وليس امرا فعلوا جرس ليصل وكل جديد. لا تنسوا تعملوا لايك الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.